في تونس دائما، قال عضو اللجنة العلمية أمان الله المسعدي، قال إن الوضع الوبائي أصبح كارثيا، موضحا بأن موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد وبأن أقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء. تسونامي فيروس كورونا يضرب تونس، هذه أحدث التصريحات التونسية الرسمية وسط الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات بالفيروس وأعداد الوفيات التي تجاوزت 100 وفاة يومياً إلى جانب امتلاء غرف العناية المركزة. أما الأخطر من ذلك فهو رصد 6 حالات إصابة بالمتحور دلتا الذي اكتشف لأول مرة بالهند، وهو ما دفع أطباء ونشطاء تونسيون للمطالبة بإعلان حجر صحي شامل في كامل أنحاء البلاد فضلاً عن تسريع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح. وكانت الحكومة بالفعل قد فرضت الأسبوع الماضي إغلاقاً في 4 محافظات. وسجلت تونس منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 14,000 حالة وفاة بالفيروس في وضع وبائي هو الأسوأ مغاربياً. في الجزائر سجلت البلاد 9 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، مع إجمالي وفيات تعدى 3,500 حالة. أما في المغرب فقد كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 500 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، بإجمالي وفيات تجاوزت 9,000 حالة منذ بداية الوباء. وفي موريتانيا تم تسجيل نحو 60 إصابة جديدة فيما لم تسجل وفيات، مع وصول إجمالي الوفيات إلى قرابة 500 حالة. أما في ليبيا فقد سجلت البلاد نحو 200 إصابة جديدة وحالتي وفاة، بإجمالي وفيات تجاوز 3,000 حالة. معنا عبر خدمة أسكايب من تونس طبيب الأمراض الصدرية ونائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير سويسي. دكتور أهلا مرحبا بك. بداية، ست إصابات سجلت حتى الآن بالمتحور دلتا، وبالتالي هل القطاع الصحي في تونس جاهز لاحتواء كارثة وبائية فعلية؟ شكرا على الاستضافة. القطاع الصحة في تونس حاليا يشهد ضغط كبير حاليا في إيواء المرضى، سواء في أقسام الاستحقاق الأكسجين ولا في أقسام ولا في أسرة الإنعاش. حاليا الوضعية حسب تحاليل اللي صارت على 80% في تونس من السلالة البريطانية. إذا كان نوصلوا في نهار يكون عندنا السلالة هذه الدلتا هذه اللي معروفة اللي هي 60% أكثر انتشار من السلالة البريطانية، واللي هي تسبب في عدة مشاكل حاليا. حاليا كي ناخذوا بلاد كما المملكة المتحدة حاليا عندها معناتها العدد نتاع المرضى اللي عندهم السلالة هذه تضاعف كل أسبوع، وحاليا السلالة هذه تمثل 99% من جميع السلالات، معناتها خذيت بعض السلالات هذه مع العلم اللي هي سلالة أخطر، السلالة اللي هي تنتشر بصفة غريبة. معناتها يمكن وجود السلالة هذه في تونس حاليا، هما عملوا تقطيع جيني غير كامل باش نلقاو 6 سلالات، نستحقوا باش نستناو باش يصير التقطيع الجيني اللي هو باش يعطينا أكثر معلومات على هذا. الإشكالية في تونس اللي ما عندناش إمكانية باش نعملوا التقطيع الجيني كما في إنجلترا مثلا، يتطلب هذا معناتها إمكانيات. وعلاش هذا لازم برشا؟ خاطر تعرف أنت مثلا في ولايات اللي عندهم ضغط كبير كما مثلا حاليا في القروي، ولا في بعض المعتمديات اللي فيها ارتفاع ملحوظ نسبة المرضى هذيا، التقطيع الجيني ينجم يعطيك فكرة على نوعية السلالة الموجودة واللي هي تنجم تفسر علاش في ولاية. ولكن دكتور أكثر. بكل بساطة يعني لماذا وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن رغم التحذيرات الاستباقية؟ هو هذا يرجع لعدة تراكمات، ثم قرارات خذوهم، ثم قرارات ما طبقتش، ثم قرارات تراجعوا عليهم. بالطبيعه نحن المواطن التونسي من اول اللي بدات الجائحه هذه وهو غير محترم الاجراءات والبروتوكولات الصحيه اللي مطلوبه منه. معناتها نعرفوا مثلا حاليا في رمضان مثلا كانت عندنا خطره، كانت عندنا امكانيه للسيطره على المرضى في رمضان وفي رمضان،
وفي ايامات العيد فكر وقتها كان ثم الدوله التونسيه اخذت قرارات منع التحركات في ايامات العيد، وبعد تم التراجع عليها ولاحظنا عده امكانيات. معناتها ثم عده مناسبات اللي التونسي لم حاليا لو ناخذ مثلا بلدان ولايات كما القيروان ولا كما باجه ولا غيره تجم اللي كان محجر الصحي حاليا، ولكن كي تشوف تتحول تتجول في وسط الاماكن هذه تلقى الناس نجم يكون لابسين معناتها الكمامات ولا مثلا اللي هما يتحركوا. مطلوب حاليا الصرامه في هذه تطبيق هذه الاجراءات. صحيح دكتور، ولكن كذلك من ناحية أخرى ماذا عن حملة ربما اللقاحات؟ لماذا لا تستفيد منها المناطق التي ربما سجلت كمناطق حمراء يعني، والخاصة والمسجلة بنسب إصابات بالغة الخطورة؟ هو بالطبيعة حاليا هو المطلوب توجيه اللقاحات أكثر المناطق الموبوءة هذه اللي سيطر على الانتشار نتاعها، لكن هذا غير كيف خاطر لاحظوا اللي عاديه طبعا يمكن 5 ولا 6 ولايات اللي تشهد ارتفاع في المرض هذا. معناتها حاليا معناتها صعيب شويه سيف. انا يقول لي اللي لازم هو عدد حاجات اسمها سيطره، مثلا امكانيه شعب حجر صحي كامل للبلاد صعيب ياسر باش تنجم نوصلوا هذا، خاطر تكلفه اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه كبيره برشا ما نجموش نمشيو فيها. يمكن معناتها فرض اجراءات صارمه على الحجر الصحي هذايا، شوف ولايات اللي عدد الاصابات فيها يفوت 400% في السكن هذايا، راهو معناتها خطر. واذا كان يتواصل هذايا والعدد هذا باش يضاعف وباش يوصل لهذا غير كافي باش المستشفيات والاجهزه معناتها. طيب كدكاتره على درايه كذلك دكتور بالوضع الصحي للمرحله المقبله، ما توصياتكم للحكومه؟ هل قدمتم اي شيء في عجالة؟ هي اللجنة الصحية قامت معناتها بتوصية الحكومة منها تخفيف الحملة الوطنية للتلقيح في الأماكن المتاحمة للمناطق الموبوءة، يكون تخفيف زاد الإجراءات الصارمة لفضل الحجر الصحي الشامل حاليا، تخفيف عمليات التقصي زاد تخفيف التقطيع الجيني عن حالات المصابة بالسلالة هذه دلتا. انا يقول لي زاد ثم حاجه اخرى، زاد يلزم تكثيف الاجراءات الحدوديه. حاليا الدلتا ما تخلش هكاك وحده، لازم تخلى على الحدود. كان يمكن مراقبه اكثر، فرض حجر صحي اجباري للناس اللي جايه من المناطق اللي تنجم تكون عندها مصابه بالسوشيال دلتا، معناتها منع جميع التظاهرات. ما شفنا برشا تظاهرات، صارت تظاهرات سياسيه تظاهرات رياضيه ولا حاليا ثم مهرجانات اللي هي مبرمجه يلزمها زاد نشوفها. شكرا دكتور. اسواق الاسبوعيه والناس بصحتها. اغلاق كل شيء يعني اغلاق المدينه. شكرا جزيلا لك طبيب الامراض الصدريه ونائب رئيس الجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيه دكتور زهير السويسي. شكرا دكتور. شكرا.